متألق ومحترم وعمل شغل مهم جدا الحقيقة، أعتقد موسمين ونص مع المقاولين العرب، جيت في ظروف صعبة من سنتين ونص فاتوا وقعدت الفرقة، الموسم اللي فات برضو عملت مستوى مميز، السنة دي كانت الدنيا ماشية كويس مع البداية، شوية سوء توفيق كده على يعني نتائج اعتقد انك ما كنتش تتمناها، لحد ما فجأة مرة واحدة لقينا الكابتن عودة بيقدم استقالته بعد مباراة في الكاس. ايه اللي حصل؟ الحمد لله انا راضي كل الرضا على الفترة اللي ادتها في نادي المقاولين العرب. انا على فكرة كابتن مريم بقى لي 33 سنة و34 سنة في نادي المقاولين العرب. ما شاء الله. وانا عندي 9 سنين بين لعيب ناشئين وبعدين الفريق الاول. قعدت حوالي 17-18 سنة في الفريق الأول، جبت 5 بطولات الحمد لله من الثمان بطولات اللي دخلوا النادي ما شاء الله. فدي بتبقى صعبة جدا البطولة بره الأهلي والزمالك طبعا، من ضمنهم بطولة أفريقية، فدي برضه الحمد لله وصلت 4 نهائيات، كان برضه كان في مكانه يضافوا للرصيد بتاعنا بس الأربعة اتغلبت في النهائي، مرة مع الإسماعيلي في كأس مصر، ومرة مع المصري في كأس مصر، ومرتين مع السوبر مع الزمالك، سوبر افريقي وسوبر مصري. بعد كده اعتزلت سنه ورجعت لعبت سنه تاني مع كابتن رضوان، كان حتى محمد صلاح السنه اللي رجعت لعبتها دي تاني، دي كان هو لسه طالع لعب معانا في السنه دي. اكيد انتوا في المقاولين العرب الدنيا بالنسبه لكم مختلفه تماما، لان محمد صلاح عامل كل الشغل ده وهو المقاولين العرب ده الناس اللي ما تعرفوش اللي في الشارع، انت مصري خلاص محمد صلاح فارق معاك قوي. شوف بقى تخيل اللي مرانه واللي تعب معاه واللي اشتغل معاه يعني لا محمد صلاح ده حاجه ربنا يبعد عنه العين يا رب، بس بجد عشان الناس كلها يعني كلنا بندعي له، فربنا يبعد عنه العين يا رب اللهم امين. ف يعني سنة اعتزلت والسنة اللي بعديها رجعت، كان محمد صلاح بيصعد. محمد صلاح صعد معانا، كان الكابتن رضوان اللي ماسك السنة دي وأنا كنت بلعب لعيب في الوقت ده، بعد ما بطلت سنة مع كابتن علي نبيل كنت مساعد معاه، فرجعت لقيت ركبتي خفت تاني فقلت ألعب تاني، لعبت سنة تانية رجعت وجعتني تاني فبطلت، فكان محمد صلاح زميل لعيب معايا في الفريق، كنت أنا بفنش بقى 37 سنة هو كان لسه حوالي 18 سنة لسه طالع وكده، لعب معايا الموسم ده. بعد كده مشي الكابتن رضوان وانا بقى اعتزلت رسمي، جه الكابتن محمد عامر كنت مدرب معاه، كابتن محمد رمضان، وجي محمد صلاح اللي لعب بقى رسمي بقى اساسي في الفرقه، وبعد كده مع حمزه الجمل. تتخيل اللي وصل له محمد ده؟ تخيلته في اخر سنه. محمد لما طلع ما كانش كده طبعا بالقوه دي خالص، بس كان مميز، كان هو ولعيب تاني اسمه محمد زيكا. بس كلنا في النادي كنا حاسين ان زيكا اللي هيوصل، والله زيكا كان اسرع شويه احرف شويه، فكلنا كنا متنبئين بزيكا، انما الشخصيه صلاح فرقت على زيكا خالص، زيكا اخر نفسه جامد، زيكا كان في مكانه زي محمد صلاح كان دلوقتي. والله ضيفي هنا من فتره وقلت له كده، لا لا زيكا اثر مع نفسه، بقول لك احنا كلنا متنبئين زيكا انه يعدي محمد صلاح كلنا، وفعلا لعبوا مع بعض وزيكا لعب اكتر بعد كده محمد صلاح، لا 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 فرق بقى بدا يفرق، لا يعني اشتغل مع محمد عامر وبعد كده مع حمزه الجمل وبعد كده مع الخواجه تودروف، كنت كل ده مدرب انا معاهم مدرب عام. بعد كده انطلق في السنه دي، كسر الدنيا في السنه دي، بقى نفس الشغل اللي هو بيعمله دلوقتي، السرعه زادت قوي سبحان الله، تركيز قوي على المرمى في السنه دي، طبعا جاله الاهلي والزمالك، قعد مع الباشمهندس محمد عادل ساعتها كان هو المسؤول، ما رضيش يسيبه، قال له عايز تروح، قال له لا انا عايز اطلع بره، وفعلا طلع على بازل على طول، كان ساعتها كان رئيس النادي الراجل المحترم عايز اشتكر اسمه شريف حبيب. ايوه ما شريف حبيب طبعا، شخصيه محترمه جدا. ما هو بص يعني محمد صلاح يعني يجي واحد يقول لك ايه ده انا مرنت وانا تعبت معاه، لا فعلا ما تصدقوا ناس كتير قوي تعبت معاه في الناشئين في الفريق الاول، 4 اجهزه اشتغلوا معاه، حوالي كام رئيس نادي مع شريف حبيب واسامه الصعيدي والباشمهندس محمد عادل اللي فرق بقى معاه في الفتره الاخيره برضه. صحيح.